فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي يحقق نسب إنجاز متقدمة في منطقة شاكر العاني، إذ شملت الأعمال تسوية الشارع الرئيسي وإكسائه بالكامل، فضلا عن رصف جوانب الطريق بالطابوق المقرنص. احنا بمرحلة الإكساء اللي هي الطبقة النهائية، أكملنا جميع مراحل تطوير وتأهيل شبكة الكهرباء. بدأنا بهذا الشارع أكثر من 150 يوم، ولكن تأخرت 30 يوم بسبب الأنواع الجوية والأمطار. يعني نقدر نقول ب 110 يوم احنا أكملنا هذا الشارع، 110 يوم عمل. المواطنون في منطقة شاكر العاني تحدثوا بصراحة عن انتهاء معاناتهم بشكل كبير مع الجوانب الخدمية، مطالبين باستمرار العمل وتلبية احتياجاتهم من الخدمات التعليمية والصحية. اجت لجنة الخدمات بأمرة رئيس الوزراء، واحنا نشكره، اكيد احنا نشكره ونشكر الجهد الهندسي للحشد الشعبي على جهودهم هاي المبذولة اللي بذلوها لحد اليوم، يعني صار اشهر ولحد اليوم هم متعاونين مع المواطن. شد على ايد رئيس الوزراء اللي هو اجى بنفسه بهذا الشارع وبهذا المكان ووقف واشرف على هذا الموضوع، الشيء اللي ما شفناه من كل الحكومات السابقة، فنقول ان الافعال سبقت الاقوال بهذا الموضوع. الشيء اللي صار احنا نحلم به، يعني انه يكون بهذا الشكل. ثق يا رئيس وزراء، وهذا من كل قلبان الرجال، هاي صار 6 أشهر صايم وحق صيامي، لن يدعي لك ليل ونهار، لأنه مع احتراماتي للخيرين ثبت أنه تقريبا ما نقول ماكو زينين، أكو زينين، بس الوحيد أمنا الوحيد الله وأنت، هاي وحدة اللي سووه الأخوان. أسأل من الله اللي يوفقهم كلهم، من مدير عام إلى هذاك الناس، الله يوفقهم، لأنه الحمد لله والشكر. هذه المساحة الجانبية في منطقة شاكر العاني طالب الأهالي فريق الجهد الخدمي بعمل حدائق عامة ومدارس لمختلف المراحل الدراسية، فضلا عن مركز صحي يخدم أهالي المنطقة بالتزامن مع بقية الخدمات المقدمة. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.